أجمل القراء. إذا أعجبكم محتوى القناة لا تنسوا السبسكرايب واللايك، وشكرا لكم. عندما بدأ عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي منذ ما يقارب 25 عاما، لاقى المسلسل نجاح واسع وقبول لدى المشاهدين، وحقا هو من المسلسلات القريبة إلى قلبي جدا والتي لا أمل من مشاهدتها. وجدنا في المسلسل كيف نهض عبد الغفور البرعي بنفسه واجتهد في عمله، فأصبح من أصحاب الأموال الطائلة وأصحاب الملايين. كل هذا حصده بذكائه وتفانيه في عمله، تحمل المضايقات في العمل إلى أن أصبح قادرا على العمل بمفرده، فكان مثالا للرجل المثابر والطموح الساعي إلى هدفه بكل قوة. ووجدنا فاطمة كشري الفتاة المصرية الأصيلة التي أحبت عبد الغفور البرعي وظلت تدعمه وتقف بجواره وتخفف عنه متاعب الحياة إلى أن وصل إلى مكانته الرفيعة هذه. الجميل في هذا المسلسل أن لكل بطل من أبطاله شخصيته الفريدة والمنفردة عن باقي زملائه في هذا العمل. إذا صح القول هو عمل جماعي وليس منصب على عبد الغفور البرعي وحده. لو رأينا شخصية نظيرة غير بهيرة غير فاطمة غير خضير، ومن المشاهد التي ظلت عالقة في عقولنا وقلوبنا إلى اليوم ونحب رؤيتها كلما عرض المسلسل، مشهد فرح ابنته سنية، ومشهد انفصال بهيرة عن زوجها إبراهيم سردينة، ومشاهد فاطمة مع روزالين، والمشاهد التي يظهر فيها نبيل ابن الوزير وهو يحاول التودد لسنية، والكثير والكثير من المشاهد التي احتلت قلوبنا وغمرتها بالحب. لكن في حقيقة الأمر كلما وجدناه في المسلسل لا يوجد أي شيء منه في الرواية. لو قمنا بمقارنة الرواية والمسلسل، فالرواية تأخذ درجة 30% والمسلسل 100%. تدور أحداث الرواية كلها منذ بدايتها إلى نهايتها عن عبد الوهاب وروزالين ونظيرة فقط. والراوي للرواية هو حسين صديق عبد الوهاب الذي تزوج نظيرة في نهاية المسلسل والرواية أيضا. الرواية بالنسبة لي أحداثها ضعيفة جدا، مع غياب شخصيات كثيرة لها دور كبير وفعال في المسلسل الدرامي. والحوار لا يدور سوى بين نظيرة وحسين، مع وجود اختلاف شاسع بين نظيرة في الرواية ونظيرة في المسلسل. فنظيرة في الرواية فتاة تمتلك بعض المعتقدات الخاطئة ولديها بعض التصرفات الخارجة عن العادات والتقاليد وعن الدين، وهذا عكس ما رأيناه عن نظيرة في المسلسل، الفتاة المؤدبة الخلوقة صاحبة المبادئ والقيم. حتى إنه لا يوجد لخضير أو فاطمة كشري أو نوفا أو عائلة نبيل الوزير والحاج سردينة وابنه، لا يوجد لهم أي مكان في الرواية، حتى إن شخصياتهم غير مذكورة في الرواية وكأنها لم تكن. الرواية أحداثها ضعيفة جدا، وتقوم فكرتها على تحليل شخصية عبد الوهاب المزدوجة بين كرهه لأبيه وبين حبه للظهور بعيدا عن أبيه، ونفسه المشتتة بين الشيء ونقيضه، ذلك ما جعله يقع فريسة بين يدي روزالين. يوجد أيضا مسلسل إذاعي لرواية لن أعيش في جلباب أبي، لكن المسلسل التلفزيوني سيظل أفضلهم بمراحل عديدة. لن ننسى الجو الهادئ الذي خلقوه بأدائهم الرائع. الشيء الوحيد الذي أعجبني في الرواية هو نهايتها، عندما قرر حسين ونظيرة الزواج وأخذوا خطوة أن تكون حياتهم الزوجية بعيدا عن تدخلات الأهل، يستقلوا فكريا وماديا وتكون لهم حياتهم الشخصية، مع البعد كل البعد عن المغالاة والتكلف في مراسم الزواج. فاقتصر زواجهم على عشاء بسيط يجمع العائلتين معا، ومسكن حياتهم الزوجية في شقة بسيطة لا يوجد بها أشياء باهظة ولا أشياء مبالغ فيها كما نرى في معظم الزيجات في الوقت الحالي. زواج هادئ وبسيط
لربما يراه البعض لا يليق بابنة عبد الغفور البرعي. وفي نهاية الأمر، أتمنى لكم قراءة جيدة تثري وجدانكم وتضيف لعقولكم المزيد من المعرفة.